فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل على سلامة فضيلة الشيخ شعبان درويش، افتقدناه لمدة 10 أيام في البرنامج، وأسأل الله عز وجل له الشفاء ولجميع المسلمين. بارك الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك أستاذ أحمد، بارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، إلى أن تأتينا اتصالاتكم بإذن الله تعالى ونسعد بها في أي وقت ليجيب عليها فضيلة الشيخ شعبان درويش أثناء اللقاء، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة، وخاصة أن هذا السؤال وارد على شريط الرسائل الاس ام اس شيخي الكريم. سؤال للشيخ: إذا نام الإنسان على وضوء واستيقظ لصلاة الفجر، هل واجب عليه الاستنجاء أم يستطيع الوضوء مباشرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فأقول للأخ السائل لا يلزمه في هذه الحالة إن كان نام على وضوء وليس محتقنا لا ببول ولا بغائط، فإنه لا يلزم في هذه الحالة الاستنجاء، إنما كل ما يلزمه هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة كما هو المعتاد، والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم. السلام عليكم يا شيخ، هل يجوز بيع ملابس النساء الخاصة بالأعراس، مع العلم أننا عند البيع لا يمكننا أن نعرف إن كانت التي تشتريه سوف ترتديه في أعراس قد تكون مختلطة أو مختلطة؟ وجزاكم الله خيرا، ولكن نأخذ الأستاذة أم ندى قبل الجواب شيخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا مرحبا يا أم ندى، تفضلي. الله يخليك. وشيخ، في مشكلة بينا وبين جوزي لها حوالي 15 يوم. هو حلف علي يمين قال لي تكون حرمة زي أم وأختي وملكيش عند ربة تاني. فهو الوقت بيقعد معايا في نفس الشقة، بس هو بينام في حجرة وأنا في حجرة. يعني سألنا يا شيخ، سألنا، هو قال لك لا، قال لك تكوني حرمان عليا زي امي وقتي، ايه يا منادى؟ وبعد كده قال لك ايه؟ مالكيش عندي رب تاني. مالكيش عندي وجينا رب تاني، رب تاني. كأن حد قال كتاب معاصي المساكين، ومن ايه يعني نجيب طبيخ ولحمه والكلام ده ونوضعه لهم، ما ندفعش فلوس. تمام. هو طلعك قبل كده يا منادى؟ هو على طول بيقول الكلام ده يا شيخ، والله على طول يقول لك انت حرمانه عليا زي امي واختي، ولا بيقول حاجه ثانيه؟ لا على طول. بس طب على طول بيقول كده. بس انا الاول يا شيخ ما كنتش، انا يعني ما كنتش بهتم والكلام ده، بس انا وقت اتنقبت والحمد لله، فبخاف قوي من ربنا يا شيخ والله. طب اسمعي، المهم قال لي يعني ايه، انا واحد سالناه قال لي 10 مساكين، قال لي طب انت اتصرفي وروحي تعملهم، قلت له لا مش هتصرف، انت هتدفع انت وانا اروح اعمل لهم. انا عايزه الرب الله يبارك لك يا شيخ، عشان انا قلقانه قوي من الموضوع. حاضر. طب ما تعرفيش قالهم كم مره الكلمه دي، قالها لك كم مره في حياتكم الزوجيه كده يا ام ندى؟ كتير والله يا شيخ، كتير مش فاكره والله. نفس الجمله؟ كتير. حاضر، اسمعي جواب. قالها مره يا شيخ كذا مره، بس بيكون عليا العاده الشهرين. طيب حاضر، اسمعي كلام الشيخ هيجاوب ان شاء الله تعالى فضيله الشيخ شعبان درويش. اسال الله عز وجل الهدايه الجميع، جزاكم الله خيرا. طب نجيب اخانا الذي سالت سؤاله منذ قليل، بيع يعني فساتين الافراح وما شابه ذلك. شيخ كريم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الله عليه وسلم. بالطبع نحن نقول لهذا الاخ السائل بارك الله فيه انه لا يجوز ان يبيع ملابس هي في ذاتها ملابس المتبرجات، يعني هي في ذاتها ليست حجابا شرعي، ولكن انا ادله وانصحه على المخرج من هذا الامر، أن يبيع ملابس الأفراح كاملة الحجاب، يعني يكون طاقم كامل بالحجاب بما فيه الخمار أو الطرحة إنجاز التعبير، وبما فيه النقاب كما هي عادة أخواتنا المنتقبات.
يبيعه طقما كاملا غير قابل للتجزئة. في هذه الحالة أنا نصحت عمليا هذه الأخت التي تشتري أن هذا طقم كامل وأنا لا أبيع إلا للمحجبات، وبعد ذلك سيكون الاستعمال إن استعملته في الخير أو بطريقة صحيحة سيكون لها، أما إن استعملته بطريقة خاطئة بأن استعملت الفستان وتركت الطرحة والحجاب أو النقاب سيكون الإثم حين عليها هي دون يعني تدخل منه. جزاك الله خيرا. سؤال الأخت المتصلة أم ندى، والمشكلة التي بينها وبين زوجها، وكلمة تحرمي علي وتكوني زي أمي وأختي، ماذا تفعل وما تفعل؟ ما هو أقول وبالله توفيق، تحرمي علي زي أمي وأختي هذا يمين ظهار صريح. يعني أنا عايزين نعرف هي هذا يمين يعني ظهار عشان تبقى صريح. ويمين الظهار أن يحرم الرجل زوجته الحلال كما تحرم عليه أمه أو كما تحرم عليه أخته أو كما تحرم عليه بقية محارم. وبالتالي هذه اليمين كفارتها ثابتة في كتاب الله عز وجل، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الأخت السائلة تقول سألنا فقال القائل اطعموا 10 مساكين. لا يا أختي، 10 مساكين هذه في الأيمان العادية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. أما هذه يمين الظهار فافتحي الجزء التاسع الجزء 28 من القرآن الكريم، أول سورة في الجزء اللي هي سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فيه كفارة يمين الظهار، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني حتى هذه الكفارة مشروطة بقبل أن يقع مساس ولا جماع بينه وبين زوجته. يبدو أنه اعتاد هذا في حياته كلها معها. نحن خلينا في هذه اليمين التي تسأل فيها أختنا فنقول هذه يمين ظهار يا أختي، ما فيش حاجة اسمها 10 مساكين، 10 مساكين هذه في اليمين العادية، إنما كفرت هذه اليمين إن كان من أهل الصوم، يعني إن كان ممن يجب عليه الصوم سليم وليس كبير سن ولا مريض، فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يكون بينه وبين زوجته أي علاقة في الفراش، فإذا لم يستطع صيام الشهرين في هذه الحالة سيطعم 60 مسكينا وليس 10 مساكين فقط. الاتصال طب عودي الاتصال يا أمة الله، معذرة أطلت عليك شيئا ما، لأن الجواب كان لابد أن يكون مطلا، كان معنا اتصال وتغيب، أسأل جل القبول. عظيم شيخ الكريم، هناك سؤال أيضا على شريط الرسائل، سائل يسأل يقول إذا أحد غسل ميتا بجهل ولا يعلم ماذا يقول ولا يفعل، فهل على الميت إثم أو على المغسل إثم، وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي، أرجو الرد جزاكم الله الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. طبعا نذكر الأخ المغسل أن الإنسان لا يتصدر أمرا إلا إن كان يحسنه، يعني لا ينبغي أن أقدم نفسي مغسلا لميت وما يكون في الناس من هو أحسن أفهم للغسل مني. أما إن كان الأمر أن لم يكن هناك أحد غيره وبالتالي لم يجد أهل الميت إلا هذا الرجل أن يغسله، فأقول إن كنت غسلت الميت بمعنى أنك أفضت الماء على بدن الميت بالكامل، نظفته كلا وأفضت على بدنه الماء كاملا، سواء فعلت هذا مرة أو فعلت هذا 3 تكون أحسنت، فإن شاء الله الغسل يجزئ في هذه الحالة، لأن الغسل هو تعميم البدن بالماء، ناهيك عن بعض السنة التي ربما يجهلها في هذه الحالة، فلا بأس عليه، وغسل الميت في هذه الحالة صحيح، ولا شيء عليك ولا شيء بالطبع على الميت، لأن الميت لا حراك فيه ولا إرادة له، إنما هو مفعول به فقط، فليس هذا شيئا ينتقص من الميت. أما أنت إذا كان هذا بالغ علمك مبلغ علمك ما فعلت فقد أجزأ إن شاء الله، لكن في المرات القادمة لا تتصدى لفعل شيء إلا إن كنت تحسنه وتعلم ما يجب له من شروط وأركان وواجبات وخير. عظيم شيخ الكريم. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا، كلمي يا أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد، راح الاتصال. طيب لو معانا كلمي يا أم أحمد. السلام عليكم يا أختنا، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك. طب شكرا على اتصالك. بعض الاحاديث، سائل يسأل ويقول بعض الاحاديث الضعيفة فيه احتمال يا شيخ ان تكون صحيحة لكن المحدثين اخطأوا في الحكم عليها،
وهل ضعف الحديث يشترط ان احد رواة الحديث يكون كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم، وما المقصود بتعدد الروايات؟ لكن نجاوب السؤال الاول ثم نسأل السؤال الثاني لاخينا شيخ الكريم. تفضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذه الأمة علم الإسناد، وما عرفت الأمة إلا بهذا العلم على سائر الأمم، وقد كان السلف يعتقدون الإسناد دينا ويقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وكانوا لا يقبلون رواية إلا ممن هو صدوق عدل لا يخطئ. وإن كان في الإسناد من الرواة الضعفاء اللي هم يعني يغلب عليهم الخطأ. طب نقف عند ضعف بعض الرواة ونأخذ اتصال الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا مرحبا أختنا. نعم تفضلي يا أختنا. لا يسعد الشيخ يا أبينا. أو يكرمك الشيخ ويسمعك. تفضلي. تفضلي تفضلي. طيب عظيم. تفضل شيخي. بعض الرواية يكون عندهم ضعف. انه السلف كانوا يدققون جدا في تلقي الحديث، لانك ستنسب حديثا الى النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرأ ابن مسعود فتثبتوا. فكان السلف يتثبتون من روايات الاحاديث المتداولة على ألسنة الرواة، حتى انتهى الامر الى انهم صنفوا الرواة في طبقات وفي درجات، فهذا عدل ضابط، وهذا عدل صدوق، وهذا صدوق يخطئ، وهذا كثير الخطأ، وهذا منكر الحديث، وهذا كذاب، وهذا وضع. والشاهد ان الاحاديث الضعيفة انواع كثيرة تقاسم النوع الاصلي وهو الحديث الصحيح، لكن الضعف درجات. أسوأ الأحاديث الضعيفة رتبة هي الحديث الموضوع أو الحديث المكذوب، وهو ما كان فيه راو كذاب. لكن ليس معنى أن الحديث الصحيح ما رواه ثقة عن ثقة أو نقل عدل ضابط عن عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة أن هذا الحديث سيكون في جميع الأحوال صحيحا، لأنه ربما يرد الخطأ على الثقة ولو مرة. وكذلك حتى الضعيف اللي هو الصدوق الذي يخطئ مثلا، أو الصدوق الذي يكثر الخطأ، هم دقيقين في التعبير يخطئ أو يقولون كثير الخطأ، لأنه يمكن أن يكون بعض ما رواه صحيحا، لكننا لا نحكم بالظنون، نحكم بغلبة الظن وليس بمجرد الظن. فغلب على ظن الرواة المحدثين أن هذا راو صدوق أخذوا حديثه، وغلب على عليهم الظن أن هذا الراوي يخطئ، فاحتاطوا جدا لرواياته، واضطروا في هذه الروايات التي يخطئ فيها الراوي أن يبحثوا له عن شاهد وعن متابع حتى يسمى صحيح لغيره أو حسن لغيره، صحيح لغيره أو حسن لغيره، أو المتابعات والشواهد التي تسند الحديث وترقى به مثلا من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، ربما من الحسن لغيره إلى درجة الحد الحسن. كل هذا احتياطا لئلا ينسب شيء من الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إلا ببينة. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. شيخ. أيوة السلام عليكم. تفضلي. نعم سمعين حضرتك. تفضلي. عايز أعرف رأي الشيخ شعبان في أنا ورثة عن أبويا شقة مصيف على البحر. عايز أعرف رأيه فيها، يعني هو جايبها لي كاستثمار كده يعني، فعايز أعرف رأيه فيها، هل فيها شبهة أو فيها حاجة يعني؟ حاضر. وكان كنت عايز أخدت رقم تليفون الشيخ من الكنترول. عايز اكلمه، عايز اعرف اتصل بيه امتى، عندي مشكله ضروريه احكيها له يعني. طيب حاضر. اتصل بيه امتى؟ طيب انا تكلم حضرتك، انسب وقت لحضرتك تكلمك الاخت امتى؟ شيء بعد العاشره مساء ان شاء الله. بعد العاشره مساء يا اخت امه الله. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تفضلي يا اختي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت في سؤال عايز اسال عليه الشيخ. الشيخ يسمعك. تفضلي يا اختي. امرأة حيضها 7 أيام. نعم. ولكن قبل الحيض ب3 أيام يكون هناك قطرات خفيفة جدا، وكذلك بعد الحيض ب3 أيام. فما حكم هذه 6 أيام، علما بأن الطبيبة المختصة قد قالت أنه من الجهاز الموضوع؟ يعني الطبيبة المختصة لم تقل أن ده من الحيض؟ لا، أنا سألتها قال أنها قبل الحيض البسيط، الأمر البسيط دوت ممكن أنه تتوضأ وتصلي.
علما بأن الحيض يستمر 7 أيام متدفق. تمام تمام حاضر ماشي. الله يكرمك أفيدونا. الله يفيدك يا رب يرزقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. حاضر. نأخذ شيخي الكريم نجيب بقية سؤال أخينا ثم نواصل أسئلة السادة والأخ المشاهدات. ما المقصود بتعدد الروايات والألفاظ؟ يعني مثلا أحيانا بنجد في الحديث رواية الترمذي كذا وفي رواية النسائي كذا. نعم. تعدد الروايات ربما يكون سببه تعدد رواة الحديث للواقعة الواحدة. يعني مجلس فيه 10 من الصحابة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحديث فحفظ الصحابة الجلوس هذا الحديث وحال روايته ربما اختلف لفظ بتقديم أو بتأخير من الراوي وربما روى أحدهم الرواية كاملة ورواها الآخر رواية مختصرة يعني روى جزءا مما سمع أو روى الجزء الذي سمع وبالتالي تجد الحديث مختصرا في صحيح البخاري وأكثر تفصيلا أو طولا في صحيح مسلم مثلا فهذا بسبب أن الرواة نفسهم لم ينقلوا بتمامها إلا نادرا فهذا روى الحديث بتمامه فأورده الإمام مسلم والآخر روى الحديث مختصرا أورده الإمام البخاري هذا قدم فقرة في الحديث وأخر فقرة في الحديث ربما هذا يقع في بعض الأحيان ورواية الحديث بالمعنى لكن هذا لا يضر الحديث تمام. وربما بعضهم استحل أو استباح الرواية بالمعنى خن الصحابة كلهم عدول لا يضر جهال الصحابي ولا يضر أن ينقل الصحابي الحديث بالمعنى لأنهم أعلم وأفهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. الأخت أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي. أيوه تكلمي يا أختنا. نعم ممكن أسأل الشيخ شعبان سؤال؟ الشيخ يسمعك تفضلي. كلمي يا أخت وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. نعم وصلي كلامك تفضلي. طيب حضرتك امرأة بعد الولادة الاستماغ دم النفاس عليها 40 يوما وبعد كده قامت بتركيب اللولب ثم جاء يعني استماغ يعني استماغت يومين وجاء يعني ظهر عليها دم مرة أخرى فهي يعني أنا عارفة أن دم الاستنفاس أقصى 40 يوم بعد كده استحاضة بس صفة الدم الموجود دلوقتي هو دم حيض يعني بس دم تجاوز المدة تجاوز 40 يوم يعني بعد 40 يوم ظهرت يومين قام بتركيب الجهاز وما جاء دم مرة أخرى وأعتقد أنه دم نتيجة تركيب اللول بس الدم صفة دم حيض. حاضر كما أشكركم في ذلك. شيخ يجاوبك. حاضر يا أمة الله. جزاكم الله خير. وإياك. أمة الله ورثت شقة المتصلة قبل أختنا اللي هي ورثت شقة مصيف على البحر عن والدها فما حكم هذه الشقة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أنصح الأخت السائلة لئلا تتعرض لمطبات حرجة في حياتها لأن الشقة على البحر معنى ذلك أنها لن تستخدم إلا هذا الاستخدام للمصيفين والمصيفات حيث يعني العورات ونظر الرجال إلى النساء والاختلاط على الشاطئ فيعني ستكون مطبات حرجة في حياتك مع هذه الشقة. أنا أنصحك أن يعني تعرض هذه الشقة للبيع وأن تستثمر مبلغها أو قيمتها في أي وجه آخر من أوجه الاستثمار الذي يكون تحت السيطرة. إنما شقة على البحر لا يكون أبدا استثمارها إلا مع المصيفين والمصيفات حيث يعني البلايا والخطايا التي نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا عليهم منها إن شاء الله. اللهم آمين. أم أحمد تصف أنها تقول يعني حيضها 7 أيام ولكن قبل الحيض 3 أيام تنزل قطرات وبعد الحيض ب3 أيام قطرات فما حكم هذه الأيام الست؟ أقول للأخت السائلة ما دمت ولله الحمد ترتبت حيضتك يعني اعتادت على هذه الأيام 7 فما كان قبلها لا تلتفتي إليه وما كان بعدها لا تلتفتي إليه فإنما الدم الذي ينزل على المرأة في غير وقت الحيض والنفاس هو دم استحاضة لا يمنعها لا يوجب عليها غسلا ولا يمنعها من صلاة ولا من صيام بل ولا من علاقة جنسية فلا تلتفت للأيام التي قبله ولا الأيام التي بعده إنما عادتك هي الأيام 7 فإذا انتهت الأيام 7 فعليك أن تغتسلي غسل الحيض
سكونين بعده إن شاء الله صالحة للصلاة والصيام غيره، وما زاد عن ذلك وما كان قبله لا تلتفت إليه فإنما هو استحاض. أيضا أمة الله المتصلة الأخيرة، انتهت فترة النفاس 40 يوما، وبعد ذلك يعني ركبت لولبا، صلت يومين ثم نزل الدم مرة أخرى، ولكن صفة الدم الموجود الكلون ودم الحيض. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أوسط المذاهب في هذا هو من قال أن النفاس أكثره 40 يوما، لحديث أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي. فأنت نفست حتى نهاية 40، ثم طهرت بمعنى اغتسلت من النفاس وطهرت لمدة يومين، ثم فاجأك الدم بعد تركيب اللولب. لا علاقة للدم باللولب، ربما اللولب يحدث بعض الالتهابات أو شيء من هذا القبيل، إنما هذا الدم الذي نزل عليك بعد اللولب ليس دم نفاس قطعا، إنما هو احتمال بين أمرين: إما أن يكون دم حيض فعلا، لأنك تقولين لونه لون دم الحيض، عودي إلى حيضتك زمان قبل الحمل، فإن كان هذا هو توقيت الحيضة التي كانت زمان قبل الحمل اعتدي بها حيضة. أما إن كان هذا الدم في غير توقيت الحيضة المعتادة من زمان قبل الحمل، فسيبقى الحال الثاني، وهو أنه دم استحاضة أو دم نزيف، دم فساد، لا يمنعك من صلاة، من صلاة ولا من صيام ولا من علاقة جنسية. إنما توضأ لكل صلاة مكتوبة، حكمك في هذه المدة سيكون حكم المستحاضة. أم أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أم أحمد اللي لسه مكلمة حضرتك على سؤال الحيض. نعم. هو في حاجة ما وصلتش للشيخ، إن أنا الأمر ده بتاع 3 أيام اللي قبل الحيض وبعدها بيحس كل شهر، ولكن بسيط جدا لدرجة إن أنا بستمني ما صليش يعني. نعم، يعني هذا أمر مع دم الحيض يعني. يعني بيحدث كل شهر. أيوه. حاضر. تمام؟ حاضر يا أم أحمد. السلام عليكم. شيخ طب خليكي معانا. السلام عليكم. أختنا أغلقت الهاتف. خلاص. طب حاضر، تفضل يا شيخنا. على العموم هي الأخت يعني أضافت إضافة ليست جوهرية في الموضوع، لأن الاستحاضة اشتهرت بها كثير من النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كحمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وغيرهما، وبالتالي أنت امرأة عرفت عنك الاستحاضة، فحيضتك يسبقها استحاضة وحيضتك يقبها استحاضة، ما دمت اعتدت كانت العادة الشهرية معتادة على هذه الأيام 7. يعني نعم. احنا هنعتد بالمعتاد. هنعتد بالمعتاد عندنا. المعتاد عندنا كم يوم؟ 7 أيام. يعني هي تصوم وتصلي في هذه الأيام. هذه الأيام لا قبل الحيض وثلاثة بعد الحيض. إنما هي استحاضة كغيرك من النساء المستحاضات المشهورات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. سائل يسأل ويقول على الصفحة: هل تبطل الصلاة في حال قرأت بروايتين مثلا حفص وورش يبدو في الصلاة الواحدة وجزاكم الله خيرا؟ لا تبطل بالطبع الصلاة إذا قرأ بقراءين مختلفتين، لأن الصلاة تصح بفاتحة الكتاب، وما زاد عن قراءة الفاتحة فإنما هو من السنن المستحبة وليس من الأركان ولا من الفرائض ولا من الواجبات بشيء. ولكن أهل القراءات كرهوا أن يقرأ الرجل بقراءتين مختلفتين في صلاة واحدة، هذا عرفهم، هذا أدب، لئلا يشتبه على المصلين خلفه، أو لئلا يداخله هو شخصيا في داخله داخلة شيء من العجب أنه يعني يقرأ بقراءات ويقرأ بريات وشيء من هذا القبيل. إنما ما أنت قرأت الفاتحة في ركعات الصلاة فالصلاة صحت بالفاتحة، وما زاد عن هذه الفاتحة فإنما هو من السنن المستحبة، لا تضر الصلاة إن بقيت عدمت في شيء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخوكم عبد الرحمن من المغرب. سؤال: كيف يكفر الإنسان عن الكبائر التي وقع فيه؟ تكفير الإنسان عن المعاصي عموما سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، أولا أن يندم على ما سبق أن وقع في هذه المعاصي والآثام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة. ثانيا يعزم عزما أكيدا
على ألا يعود إلى هذه المعاصي ولا لغيرها مما يغضب الله عز وجل. ثالثا يكثر من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل هذه الخطايا أو تلك المكروهات والمحرمات التي وقع فيه. إذا وطن نفسه على هذه الأمور الثلاثة، ندم على ما سبق، عزم أكيد على عدم العود، كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وبالطبع الإقلاع عن الذنب من أولها، إذا وطن نفسه على هذه الأمور الثلاثة فإن هذا سيكون توبة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا وله القبول، ويحسن هذه التوبة بأن يلزم صحبة طيبة تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ضعف، وتنبهه إذا غفل. والله تعالى أعلى وأعلم. صلاة التوبة. أريد تفسيرا لهذا الحلم في برنامج أهل الذكر مع الشيخ شعبان درويش، ويقول حلمت أن في واحد أعطى لأكيس في حاجة، هي حاجة مش حلوة، ولكن أنا كنت متضايقة وبقول ليه أنا ما خدتش كيس مثل الكيس اللي مع أخي، وبعد كده جاء شخص وأعطاني كيس فيه موز جميل كده وتفاح أحمر شكله جميل جدا وفاكهة أخرى أظن أنها عنب. أريد تفسير هذا الحلم جزاكم الله خير. والله أقول هنيات أختي السائلة، هي أخت ولا أخ يعني؟ يعني متضايقة يبدو أخت. يبدو أنها أخت سائلة. أقول يعني هنيئا لك أن بشرتي بفاكهة، والفاكهة يعني كما ورد في كتاب الله عز وجل في وصف الجنة وفاكهة وأبا، فهذا إن شاء الله من المبشرات. لكن عطري نفسك بذكر الله عز وجل وبالاستقامة على العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد، ووطني نفسك على العمل الصالح، خاصة ما افترض الله عز وجل علينا من صلاة وصيام وغير ذلك وحجاب المرأة المسلمة. وإن شاء الله هي الرؤية فيها تبشير وليس فيها من التحذير في شيء، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل ويقول أخرجت مالا أو مال الزكاة لأخت زوجتي وهي طالبة ومحتاجة، لكنها اشترت ثيابا من هذا المال، هل يجوز لزوجتي أن تلبس معها وشكرا؟ لا يجوز يا أخي الحبيب لزوجتك أن تشارك أختها فيما اشترته من ثياب وملابس، لأن هذا من مال الزكاة الذي يعني تصدقت أنت بها عليه، وبالتالي لا يجوز لامرأتك وهي غنية أن تنتفع من هذا المال بشيء ولو كان على سبيل العارية، حتى تكون الزكاة لأهلها فعلا هي الأخت الطالبة، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ الكريم، أسأل الله عز وجل القبول، ولكن الصفحة معلش بتفتح السؤال. تمام. سائل يسأل ويقول أختي عمتها عندها بنات ولكن لا يعني يودوها، وهي تريد من أختي أن تفعل لها النظافة الشخصية مع العلم أنها كبيرة في السن، هل يجوز ذلك؟ هذا هو السؤال الأول. يعني زوجة الابن يعني؟ هي زوجة الابن بتروح لحماتها ويعني تنظفها، وفي نفس الوقت هي الحما عندها بنات لكن ما بيروحوش. نعم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أن هذه المرأة يبدو من السؤال أنها امرأة كبير عجوز أو ربما عجوز مريضة أيضا لا تستطيع أن تقوم بشأن نفسها، فهنيئا لمن أعان هذه المرأة على ما تحتاج إليه، وهذا من البر بزوجها. يعني أم زوجك إن كان منك موفا وبرا لها فإن هذا من باب المعروف والبر بالزوج، حتى لو كان عندها بنات لكنهن مقصرات، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهن. آمين. لأن الأم أحوج ما تكون إلى بناتها، وأنت إذا صنعت لها هذه الحاجيات الخاصة التي تصنعينها وتنظفينها، يعني حاولي قدر الاستطاعة أن تكوني غاضة لبصرك، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة كما هو معلوم، وأجرك إن شاء الله عز وجل عند الله تبارك وتعالى، فالله في عون العبد ما كان العبد في عونه، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخان الجليل، يوجد بأمريكا وخاصة نيويورك مكتب خاص يقوم توزيع أو بيع، والله أعلم، أطفال البيع يعني سوريين على الأسر التي ترغب بأخذ من هؤلاء الأطفال، فما هي الفتوى الشرعية بحق هؤلاء الأطفال بحفظ دينهم بدعوى المسلمين هناك بالتدخل حتى لا يقعوا بالكفر بسبب العائلات التي
ستأخذهم من غير المسلمين، وما هي الفتوى الخاصة بالتبني في هذا الأمر الهام والخطير أرفض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا في البداية نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن إخواننا في سوريا، وأن يردهم الله تبارك وتعالى إلى بلادهم وإلى دينهم سالمين غانمين، وأن يرفع عنهم الظلم والطغيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله أن يحفظ أعراضنا وأعراضهم، وأن يحفظ دماءنا ودماءهم. أما الحديث عن هذا في الأسواق في أمريكا، هذه يعني وصمة عار في جبين هذه الأمة، خاصة والأمة يعني فيها من الدول الغنية التي تستطيع ولله الحمد والمنة أن تكفي مؤونة هذا الشعب حاجياته. ونحن نسأل الله عز وجل يلين قلوب هؤلاء، وأن يفتح عقولهم على هذه المشكلة، مشكلة إخواننا في سوريا وهؤلاء المهجرين، أو حتى أولئك الآن يعني أصبحوا كأنهم عبيد وإماء يباعون في الأسواق. هذه ناحية. الأمر الثاني أنه على هذا الأخ الكريم إن كان مستوثقا من هذا أن يخاطب الجهات الحقوقية في موضوع في جامعة العربية، لعله يكون لها نوع من التدخل في هذا الخطوط، وخاطب المعيات الإسلامية سواء كان في العالم العربي أو في حتى في أوروبا أو في أمريكا، فلعل يكون لهم نوع من التدخل لحماية هؤلاء الأطفال ووقف هذه المهزلة الإنسانية التي وصمة عار كما أقول في جبين الإنسانية بصفة عامة وفي جبين العالم الإسلامي والعالم العربي بصفة خاصة. الأمر الثالث مسألة التبني. التبني يعني معلوم حكمه في الإسلام، فالله تبارك وتعالى أبطل هذه العادة التي كانت معروفة في الجاهلية، إنما نستبدل هذه العادة التي كانت في الجاهلية وأبطلها الإسلام، نستبدلها بما يعرف عندنا بكفالة الأيتام وإعالة هؤلاء الفقراء. فمتى تيسر له ولغيره من المسلمين أن يعول هؤلاء الأطفال فقد وجب عليهم ذلك، فرض كفايات فرض عين عليهم أن يقوموا بهذا الواجب، لا أن يتركوا أبناءنا وبناتنا يباعون في الأسواق كأنهم عبيد والعياذ بالله، والله أعلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. احنا معنا فاصل مشاهدين الكرام، فاصل قصير وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونحن في انتظار اتصالات مشاهدين الكرام والتفاعل معنا. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش يجيب عن الأسئلة من مشاهدينا وأخواتنا المشاهدات. شيخ الكريم، الأخت التي كانت تسأل عن أطفال السوريين في أمريكا أيضا تسأل وتقول في سؤالها الثاني، هل تجوز اللعنة على بشار الأسد وأمثاله وجزاكم الله عنا خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لم يلعن أعيان المشركين عليه صلوات الله وسلامه، فكان يقول اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد ابن عقبة، اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، حتى نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعينين، ولكن بقي يلعن النوع، اللهم عليك برعل وذكوان، وهذا غير اللعن بالتشخيص، اللهم يعني عليك بالظالمين، اللهم عليك بالكافرين، دون تعيين الأشخاص، دون تعيين الشخص. فنقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، هكذا. والله تبارك وتعالى إن شاء الله أعلى وأعلم. الحجة زينب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ الحمد لله على سلامة الشيخ شعبان. الله يسلمك، بارك الله فيك. حضرتك كنا مستقبلين في قلب الله، ربنا يكرمك يا حجة، بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يسلمك. سؤال بس لابني صغير، كان امبارح الحمد لله قدر الله ما شاء فعل عن حادثة، الله يخليك، واللي كان اللي خبطه يعني كان جاي عكس الاتجاه، ماشي عكس الاتجاه، فايد ما عرفش يفرمل بالفوق يعني ما تعرفوش هو كويس. اهم حاجه يا حاجه زينب، الحمد لله رب العالمين، ربنا يطمنك عليه.
الله يخليك. فالعربية طبعا اتدمرت من قدام خالص. فهو الولد يعني ايه ما انا قلت له المفروض يعني كان ياخد منه فلوس تصليح العربية على اساس انه يعني ما اثرت فيه عليه اصلاحه. صحيح. فهو بيقول لي لا ده عوض وانا بقبلش العوض. ومصر بقى على ان ده عوض وكده يعني. فهو بيسمع حضرتك دلوقتي فحضرتك بارك الله فيك لو هو زي كلامه هو مظبوط يبقى حاضر. حاضر يا حاجة زينب ألف سلام عليك. ألف سلام عليه والحديد أمره يهون. ألف سلام. الله يخليك. الله يخليك. حاضر يا حاجة زينب تفضلي. وعليك السلام وبركاته. طب بما إن يعني أخينا موجود ويسمع مع والدته الحاجة زينب نجاوبه ما حكم العوض شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العوض مباح. يعني هذا شيء مباح لأن القاعدة من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، خاصة أن الأخت الفاضلة وهي تسأل من خلال وصف الحادث رجل جاي عكس الطريقة هو مخطئ بنسبة 100%، وبالتالي فهو المتسبب فيما تسبب فيه من أضرار لحقت بزيارة الأخ الابن الكريم. ففي هذه الحالة نقول يا أخي الحبيب من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. وكلمة العوض التي يخاف منها الناس، احنا نخاف امتى؟ نخاف ان كان الامر على سبيل الظن مش على سبيل القطع واليقين. يعني احنا في بعض الاذى تم ونحن لا ندري من الذي حدث، وهل هو اللي غلطان بنسبة 100% ولا احنا غلطان. لسه تقول الشيخ الكريم وانت هتقبل العوض؟ ايوه. يعني هو حتى يبقى هو مخطئ يكون مخطئا ثم بعد ذلك يقول لك يعني انت هتقبل العوض؟ يتعلل بهذا. يتعلل بهذا. ولو وقع فيه العكس نعم سنقبل العوض ما دمت انت المخطئ بغير شك، انت مخطئ بيقين وانت من تسبب في هذا الضرر، فعليك ان تقوم باصلاح هذا الضرر او على الاقل بتحمل نقاط اصلاحه. فانا اذكر اخي الكريم انه هذا ليس من العوض المكروه الذي يخشى منه، يعني مسألة شكية ظنية، لكن هذه مسألة يقينية. رجل جاي عكس الطريق وبالتالي هو مخطئ بنسبة 100%، ويمكنك في هذه الحالة أن تقبل منه ما ترفع به الضرر عن سيارتك. تمام. إنما إن مثل هذه الأمور هل تعد من إن أردت الأخرى؟ نعم. ما هي يعني هو ربما الأخرى؟ نعم. إنه يعفو وعفو واصفح يعفو ويسامح. نعم. واخد بال حضرتك؟ ويبدو أنه هو أصلح يبدو أنه أخذ بالعفو وهو لا هو مش مسألة العوض. أما أنا بس أذكره بالعفو ليه؟ عشان يفصل ما بين المسألتين. تمام. يعني الأول نبين أنه العوض حق يقبل لأن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، ثم بعد أن نقرر هذا الحق يا سيد الحبيب إن كان يسعك أن تعفو عنه كليا أو جزئيا هذا أمر آخر، والله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فأنت إن أخذت فقد أصبت وإن عفوت فقد أصبت والله أعلم. وفي كل خير. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا وعليكم السلام. تفضلي يا أختان. قطع الاتصال. عاودي الاتصال. طب أم أحمد معنا. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. أيوة السلام عليكم. نعم. تفضلي. وعليكم السلام. لو سمحت أنا عايز أسأل، كنت في خدمة والدتي وبمنتهى الإخلاص ويعلم الله، بس أنا كنت بعمل ده من حبي ليها. بس ما كنتش أعرف، يعني كنتش أعرف الإخلاص في البداية لله، بس كنت بعمله من حبي ليها. هل أنا ليا أجر على ذلك؟ حاضر. والسؤال دي معلش إن هي كانت سايبة مشغولات ذهبية كانوا شارينها لها أخواتي من سبيل الهدايا، بس هي وصتني إن أنا إيه أوزعها على أخواتي، كل اللي اشترى جاية ياخدها. فأنا قمت بالعمل ده برضو بجهالة والله ما أعرف. نعم. مش عارفة أعمل إيه. هل عيال لي أنا وزر عليها هي وزر كده؟ ولو في حل محله. طيب. وجزاكم الله كل خير. وإياك يا أختنا رحمة الله عليها. أنا كنت بس عايز أسأل سؤالا يتعلق بمسألة العوض أو ما شبه ذلك. مثل هذه الأمور التي تحدث للإنسان قدرا، هل الإنسان لو صبر عليها واحتسب هل عليه أجر في مثل هذه الأمور؟ طبعا. شيء طبيعي أن الإنسان إذا أصيب بابتلاء فصبر واحتسب، عجبا لأمر إن أصابه خير شكر فكان خير له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. لكن بمناسبة السؤال، أن في بعض الناس إذا قبل عوضا مستحقا
ثم أصابه بعده شيء من المكروه في نفسه أو في مالي أو في أولاده يربط هذه بتلك، يقول شفت لأني أنا قبلت العوض. لا يا أخي الحبيب، هذا من باب توافق الأقدار فقط، وأنت لما قبلت العوض قبلته لأن الشرع أباح ذلك وأحله، وعلاقة بين هذه الأقدار التي أصابتها وبين هذا العوض الذي قبلته. أو الناس اللي بتقول اصطبحت بوشي مين النهاردة؟ طبعا معنا الأخت هناء، غفر الله لنا، نسأل الله الهداية. الأخت هناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. نعم تفضلي يا أختنا، نسمعك. تكلمي. نعم نعم تفضلي. حضرتك بعيدة عن التلفزيون وكلمي بالتليفون، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. واصلي حديثك، احنا سامعين. حضرتك سامعني؟ حضرتك صوتك واطي خالص. مش مهم، كلمي حضرتك. احنا سامعين حضرتك. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ، أنا كنت اتخطبت لأحد حد من قرايبي يعني. وكنا أظن أنه على دينه وعلى خلقه يعني، لكن في فترة الخطوبة اكتشفت أنه يعني أنه عنده مشاكل دينية، فكنت يعني تراجع في تفكيري عن هذا التفكير يعني، على أساس أن الواحد ما يظنش أنه أحسن من حد وكده، ولكن مع الزمن اكتشفت تأكدت أنه يعني مش عنده مشاكل هي بالإضافة للمشاكل الدينية، ففضلت الانفصال يعني. بس انا يعني اخشى من المشاكل الاسريه اللي ممكن تحصل يعني. يعني انت لسه لم تتخذي هذه الخطوه، انت بس بتفكري. بتفكري تسيبيه ولا لا؟ عشان المشاكل اللي انت بتقولي عنها ان هي، انت حضرتك بتفكري تسيبيه، ما سبتهوش لسه. انا بستخير الله يعني، كل ما بستخير احس ان في راحه نفسيه ان انا. طب هو يصلي ويصوم واخلاقه طيبه، ولا انت ايه المشاكل اللي انت بتقولي عليها؟ انا مش فاهم. هو انا يعني ما لاحظت عليه ان هو يعني صلاته تمام، لكن الاخلاق يعني هو تجاوز عن حقي ويعني تلفظ بعض الفاظ السيئه يعني ناحيتي، وانا لا اخطئ يعني في اتجاهه يعني في شيء. حاضر، اسمعي إجابة الشيخ يا أخت هناء. أنا يعني ما نعم أخشى عليه يعني إن هو يعني يرتبط بواحدة سيئة، يعني مش عارفة يعني هل الواحد أكمل ولا. لا اسمعي 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 الجواب من الشيخ والوالد فضيلة الشيخ شعبان درويش إن شاء الله تعالى. اسمعي الجواب يا أختنا. حاضر. عظيم. أختنا أم أحمد كانت في خدمة والدتها بإخلاص دون أن تعلم معنى الإخلاص، فهل عليها أجر لهذا شيخ الكريم؟ قال الله عز وجل يا أختنا أم أحمد، نعم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وليس أبر من بر الأم، يعني ليس أبر من الأعمال من بر الأم. فأنت لله الحمد كنت قائمة على بر هذه الأم، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. وإن النبي عليه صلوات الله وسلامه هو من ندبنا إلى ذلك، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والجنة عند أقدام الأمهات. ولا يضرك أن تكوني علمت معنى الإخلاص أو ما علمت، لأنك ما فعلت هذا البر بالأم إلا حبا لها، والذي حبب الأم إلى البنت هو الله عز وجل. يعني الله عز وجل. إذن هي تؤجر على هذا. طبعا طبعا. أسأل الله أن يغفر لأمك ولأمي ولجميع موتى المسلمين، اللهم أمين، وأن يلحقنا بهم على خير. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا عندي سؤالين يا شيخ أحمد. تفضل أخي الكريم. بالنسبة للأيسونة. بالنسبة للإيه؟ الأيسونة بتاع صرف الصحي. أيقونة. الأيسونة بتاع صرف الصحي اللي بتنزل لحد اللي بتنزل لحد البحر دي. مش فاهم. حضرتك سامع كويس؟ لا. طب وضح اللفظ كده عشان أنا مش سامعه كويس يا أبو أحمد. الايتونة البيارة تنزل كده منزلة لحد الارض، يقول لك تروح البحر دي انظمة البيارة. بيارة؟ تعرفها؟ طب ايه صفاتها ايه يا ابو هي بتصب يعني في البحر يعني ولا ايه؟ احنا نعملها تصب في البحر، يقول لك دي
في ناس تقول حرام وناس تبعد عن السنين. ايوه يعني نصح عزك الله. ايوه في ماسوره يسووا يدبوها لحد ما تنزل تحت. فهمت انا كده. حاضر. اصل انا لو فهمت غلط هسال غلط فانت هتفهم حاجه تانية خالص. عشان كده لازم افهم. السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني بالنسبه للتبس الشاي. التبس اللي هو الشاي، اللي بناخده. الشاي. ماله؟ عايزين نعرف، يعني عايزين نعرف ان هو الانسان، يعني احنا شغالين في حضرتك في البوتجاز، مصنع البوتجاز. الشاي ماله؟ وبنحمل اللي شغال في البوتجاز ومحمل العربيات ونبيعي. الاكراميه اللي بتاخدها لو واحد شغال وبيحمل عربيه وبياخد اكراميه من حد، يعني بيقول له اديني الشاي بتاعي. نشوف الشيخ تعبان ده. حاضر. الله يبارك فيك وكلكم والله. ماشي يا ابا احمد، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا يا سيدي. شكرا. الاخت ام كان ليها سؤال اخر، ان والدتها رحمه الله عليها كانت ذهبا، وقالت لها يعني كل حد جاب حاجه من اخواتك رجعها له. هو اللي هي عملته ده صح ولا غلط؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا كل ما تركه الميت بعد موته صار ارثا، تولى الله عز وجل في القران قسمته بطريقه معروفه. والنبي عليه السلام يقول في حديثه عند أصحاب السنن: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهؤلاء إخوة، هم أبناء المرأة المتوفى، وبالتالي هم ورثتها، فلا وصية لهم. إنما كل ما تركته هذه الأم رحمها الله بما فيها الذهب صار إثم للكل، يقسم بقسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا تراد الورثة على غير ذلك. نعم. أختنا هاء تريد أن تترك خطيبها، لأن أثناء الخطبة وجدت بعض المشاكل الدينية، فهل تتركه أم لا؟ وعندها تخوف لو هي تركته ممكن يأخذ أخت أخرى سيئة. نعم. من الحمد لله. وهي ليست سيئة. السلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم إحنا نذكر هذه الأخت، هذه البنت الفاضلة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الحديث وإن كان حوله كلام عند بعض المحدثين، لكن قسنه الإمام النووي عليه رحمة الله. ومفاد الحديث أننا لابد أن نقف على دينه وخلقه. دينه بمعنى علاقته بربه وقيامه بما افترض الله عز وجل عليه من الأوامر والنواهي على حد سواء. أما خلقه فهي طريقة تعامله مع الناس، أخلاقه في التعامل مع الناس، مع الأقارب، مع الأصدقاء، مع الجيران، مع المخطوبة نفسها. فإن بان لك من أخلاقه ما يسوءك ففي هذه الحالة لا أنصحك أبدا بالاستمرار، خشية أن تفتني في دينك. كما إنما تخوفك من أن تبتلى به امرأة أخرى، فالمرأة الأخرى أو الفتاة الأخرى مأمورة أيضا أن تتحرى الدين والخلق، ولعل هذا الفعل منك يكون سجرا له. نعم. وتعليما له. لعله يكون سبب هدايته. إن شاء الله سبب لهداية. أم عبد الله السلام عليكم. نعم تفضلي. وطي التلفزيون يا أم عبد الله. وطي التلفزيون. وطي على الآخر. اتكلمي تفضلي. لو سمحت، انا جوزي حلف، يعني حلف كتير، فحلف عليا 5 ايمانات طلاق على طول. يعني عايز اسال الشيخ كان بيقول ايه؟ بيقول ايه يا ام عبد الله؟ كان بيقول لي انت طالق كل مره، يعني كل ما قال لي انت طالق، ورحنا دار الافتاء فقال لي انا حلفت عليها 3 بس. كل مره يعني مش مره واحده، دي فترات متباعده يعني. فترات متباعده. فراح عند الشيخ في دار الافتاء قال لي انا حلفت 3 بس وفي ايمان طلاق، قال لي عليها طلاق فيهم. فطبعا هم مثلا 5. اللي انت فاكراه ان هو كلهم انت طالق ولم يقل لك علي الطلاق. لكن هو قال كده. قال لي انت طالق بس فيهم طلقه واحده كان عليها دوره فيهم. ودار الافتاء قالوا لك ايه؟ طب دار الافتاء قالت لك ايه؟ دار الافتاء هو اصلا انا قلت طالق واثنين يمين. ايوه. فحكم قال لي 10 مساكين وخلاص على كده. فانا بصحى الان بصحى ربنا، يعني خايفه من ربنا. يعني ايه خلاص على كده؟ يعني ايه؟ يعني في طلقات صريحه. قالوا له فيهم ايه؟ عشان كان في واحده حائض وفي واحده قالوا له
مش عارفه هو قال له قطه معاها المساكين. انت كنت معاه؟ اه كنت معاه. امال مش عارفه ازاي يا بنت؟ مش ده مصيرك اللي انت رايحه تسالي عنه يا شيخ؟ هو انا قلت له قال خمس صلوات انت طالع فيهم، فهو كذبني وقال لا انا قلت ثلاثه واثنين يمين. سيبينا من الخمسه، خلينا في الثلاثه، وخلينا وسيبينا من الاثنين اليمين كمان، خلينا في الثلاثه. الثلاثه اللي هو قال لك فيهم انت طالع، الشيخ هناك قال لك ايه؟ قال لي هو قال له افهم حلف على المصحف، قال له كان كده في الصلاه، قال له لا حلف على المصحف، وقال له خلاص افهم 10 مساكين. وروح انت زوجه وما فيش طلقات ولا في طلقات ولا ايه؟ لا قال لي خلاص يبقى انتوا كده متزوجين، ولا قال لي لو حلفت تاني خلاص ما تجونيش بقى تاني وروح عند مراتك. يعني اسقط واحده من الثلاثه لظروفها هي، لعلها كانت بتقول انا كنت حائضا في واحده من الثلاثه. عظيم. طب شيخ الكريم نجاوبها عشان الوقت ده يداهمنا، وبعدين نجاوب الاخ المتصل الاخير. نعم والله. طبعا الشيوخ الافتاء يعني اعتدوا بطلقتين اللي هي صريحتين، واما الطلقه الثالثه التي قالت انها كانت اثناء حيضتها فهم ترخصوا فيها وافتوا فيها بمذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان طلاق الحائض يعني طلاق بدعي، وهذا طلاق لا يقع، وافتوها بهذا المذهب. لا باس ان تاخذ بهذا المذهب ما دام افتوها به. واما اليمينين الاخرين ففي هذه الحاله اللي هي عليها الطلاق من ايه مش عارف ايه، عليها الطلاق من ايه، قال الشيخ فيها اطعام 10 مساكين. انا اقول على الاخ السائل او على الاخ الزوج ان يتوب اولا الى الله عز وجل من هذه الايمانات التي حلف فيها بغير الله، وان يطعم 10 مساكين و10 مساكين عن كل يمين. يعني عن يمين 10 مساكين وعن الاخر 10 مساكين. وتبقى لكم طلقة واحدة كما صرحوا لكم الشيوخ في هذا، والله اعلم. ابو احمد سال سؤالين سريعا يا شيخ. البياره اللي بترمي على ميه النيل على لا يجوز طبعا، لا يجوز. لا يجوز ان ننجس الماء ولا ان نضر الناس الذين يستعملون الماء في الزراعه او في غير ذلك. الاكراميه او الشاي اللي ممكن حد في مقابل عمل ياخذها. والله انت يا اخي الحبيب هذه الاكراميات التي يسمونها ان كانت بغير سؤال منا، يعني بغير سؤال من الشخص، ما يقولوش الدين الشاي بتاعي، في ناس بتعمل، وبغير استشراف نفسنا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه وإلا فدعه. عظيم. هل تعطى الصدقة لأشخاص لا يصلون؟ بارك الله فيكم. الأصل أننا نعطي الصدقة من يعني نظن فيهم خيرا حتى يتقوى فيها أو بها على طاعة الله عز وجل. وإن أعطيت الصدقة لغير المصلي رجاء أن يتوب الله عز وجل عليه وأن يصلح الله حاله وأن يهديه فلا بأس بذلك، لكننا نتحرى أساسا لمن تكون صدقاتنا، فلا تقع صدقاتنا إلا في أهل الخير والبر والصلاة، والله أعلم. هل يدفن الغير المسلمين في مقابر المسلمين؟ لا يدفن طبعا غير المسلمين في مقابر المسلمين، ولا يدفن المسلم أيضا في غير مقابر المسلمين، فلا يدفن غير المسلم مع المسلم في مقبرة، ولا يدفن المسلم مع غير المسلم في مقبرة، لأنه كما هو يعني معلوم من الدين بالضرورة لهم مقابرنا ولنا مقابرهم، هذه قبور ستشتعل عليهم نارا والعياذ بالله، والمسلم لابد أن يكون أبرأ لدينه من أن يجعل أخاه الميت في قبر يغلب على الظن أنه سيشتعل على صاحبه نارا، والله المستعان. ماذا في غسل اليدين قبل إدخالهما في إناء الوضوء؟ هذه هي السنة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، أكفأ على يده من التور، ما حطش اليد داخل الإناء إنما أكفأ من الإناء على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا ثم غرف بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هدي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ شعبان درويش ربنا يتقبل، بارك الله فيكم، وفعلا احنا افتقدناك الأسبوع الماضي أمس، صلى الله عز وجل القبول، وصلى الله عز وجل أن نحرم من هذه المجالس مع فضيلتكم، وجزاكم الله خير، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ان شاء الله تعالى الواردة على الصفحه نبدا بها باذن الله تعالى غدا مع فضيله الشيخ شعبان درويش في اهل الذكر قبل الان بساعه من الزمان تقريبا. اذا الى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من قبلك إلا رجال.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.